مساء الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو ان انت لما تيجي تشتري عربيه مستعمله، الفيديو ده هيهمك قوي، يعني لو هتشتري عربيه مستعمله، ولو هتشتري عربيه جديده فبرضه الفيديو ده هيهمك قوي. قابلنا حاجات كتير. خلينا نتكلم الاول في الموضوع بتاع العربيات المستعمله. ناس كتير قوي بتشتري عربيات مستعمله بس من البق. يعني ايه من البق؟ العربيه فابريكا بره وجوه، تمام، شكل الراجل ده بيفهم، شكله كويس، شكله امين، اشتري. اجي ابيع، اللي بيشتري مني يروح يكشف، يطلع العربيه رشه كلها، او تطلع رشه نظافه، او تطلع رشه في التوكيل، او يطلع العربيه مش يعني معموله ورنيش. فالله يكرمكم. موضوع العربيات المستعمله ده موضوع خطير جدا، ومحتاج ان احنا نبقى فاهمين كويس قوي. انت رايح النهارده تحط فلوسك، سواء كانت 1000 جنيه او حتى مليون جنيه، فانت لازم تبقى مطمن كويس قوي وانت بتشتري العربيه المستعمله ان العربيه فعلا هي نفس المواصفات اللي صاحبها بيبيعها، اللي بيبيعها قايل عليها. يعني هو قال العربيه فابريكا، فانت بتروح عشان تكشف فطلعت العربيه فابريكا، خلاص يبقى انت كده تمام. العربيه فيها موتور، فيها فتيس، فيها مشاكل في الموتور، عايزه صيانه، عايزه كاوتش، عايزه اي حاجه من الحاجات دي، فانت لازم تبقى عارف وانت بتشتري العربيه. حتى لو كانت كسر زيرو برضو نفس الكلام، لازم تكشف على العربيه كويس قوي قبل ما تشتريها. ودايما حاول تدي العيش لخبازه. يعني ايه؟ يعني ما تحاولش ان انت تقول انا جامد وانا هكشف على العربيه، انا بفهم في العربيه، انا بفهم في البويا. صدقني الموضوع عند الناس المحترمه او المراكز المحترمه مش بيتوقف على ان انت بتكشف بعينيك بس. انت بتكشف، الفني بيكشف بعينيه الاول، وبعد كده المهندس بيكشف بعينيه بعديه، وبعد كده في فني متخصص لكشف البيع والشراء بيكشف بجهاز. ده بنتكلم على البويا، سمكره والبويا، غير طبعا ان انت بتكشف ميكانيكا وعفشه، وبتكشف برضو السكانر، الجهاز بتاع العربيه اللي بيكشف على العربيه. فالموضوع بيبقى كبير، بتكشف على سمكره ودوكو او سمكره ودهان، وبتكشف على عفشه العربيه، بتكشف على الكاوتش، على الجنوط، وبتكشف على الشاسيه بتاع العربيه من تحت، وبتكشف على الدواخل والخوارج، وبتكشف على الموتور وكبس الموتور، ودرجه الموتور بيدي لك كام في الميه، والفتيس وبيدي لك برده كام في الميه، وبتكشف على السوائل كلها اللي موجوده في العربيه، وعلى كل المكونات اللي موجوده تحت كبوت العربيه. الموضوع ده مهم جدا، ممكن يكون بيكلفك فلوس، لكن في نفس الوقت هو بيحميك من رقم كبير قوي انت هتدفعه. على الاقل هتروح بيتك وانت معاك كشف مختوم ومعتمد من مركز محترم، وتريح بيه دماغك. ده بالنسبه للمستعمل. بالنسبه للجديد، انا صادفني حاجات كتيره قوي، مواقف كتيره، عربيات، ناس لسه شاري عربيات جديده وجت تبيعها بعد فتره صغيره، واتضح ان العربيات دي رشه رفرف، رشه اكسدام. فانت برضو معلش، حتى لو هتشتري عربيه جديده ما تبخلش في الحته دي، اكشف برضو كشف بيع وشراء على العربيه الجديده، مفيش مشكله، وبعد كده اطمن مش هتخسر حاجه. انا شايف يعني، لان قابلت كتير والله عربيات بتبقى لسه زيرو، وللاسف بلاقيها رشه اكسدام، رشه رفرف، رشه شنطه. يعني بتحصل تبقى العربيه لسه زيرو، وهي بتنزل من على الكساحه بتتخبط، فالمعرض بيضطر ان هو يرشها او التوكيل، مش لازم المعرض، فمش هتخسر حاجه. كشف البيع والشراء مهم جدا، ولازم تعمله عند حد موثوق فيه، وناس تكون فاهمه وعندها اجهزه تساعدك ان انت تطلع كل حاجه في العربيه. انا حبيت اديكم المعلومه، وحبيت اقول لكم ان انا المركز عندي اوتو برو في المعادي، زهراء المعادي، اخر شارع او في شارع الخمسين، داخل محطه وطنيه الكبيره. عندنا هنا بنعمل كشف البيع والشراء، والكشف بيكلفك بالنسبه للعربيات الاسيوي اللي هي الكوري والياباني والصيني 500 جنيه عليه عرض بدل من 700، وبالنسبه للعربيات الاوروبي 1000 جنيه بدل من 1350. ما تبخلش في الحته دي خالص، وحاول دايما دايما لما تيجي تشتري عربيه مستعمله لازم تدي العيش لخبازه، وتكشف في مركز محترم على العربيه، وخد بيها تقرير مختوم وممضي ومعتمد، عشان بعد كده لو حصل اي حاجه في العربيه ترجع للمركز اللي انت كشفت فيه او للتوكيل، وما ترجعش للي باع لك العربيه وممكن ما تلاقيهوش تاني.
ده باختصار شديد جدا الفيديو بتاع النهارده لاول مره يتابعنا ويشوفنا ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب. البيج بتاعه المركز اوتو برو وان وورد على الفيسبوك، والبيج بتاعتي على الفيسبوك شريف ياسر اون تراك، وعلى اليوتيوب شريف ياسر اون تراك، على الانستجرام شريف ياسر اوفيشال، وعلى التيك توك شريف ياسر 7. واشوفكم دايما على خير. كان معاكم شريف ياسر اون تراك في اوتو برو. السلام عليكم.